يعني خليني أعطيكم قصة جميلة جدا على لطف الله سبحانه وتعالى. هذه القصة حدثت لإنسان مسحور. من هو هذا الإنسان؟ لا يعرف من هو هذا الإنسان، وفك سحره وهو لا يعلم، سبحان الله، وتخلص من السحر وهو لا يعلم، ولا أحد يعرف أصلا من هو. ما الذي حدث؟ كان هناك سحر موضوع في منور لعمارة. أيوة. وهذه العمارة تعرفون المناور اللي تكون في العمارة غالبا محل أوصاف ومركب نفايات مهملة بشكل عام. صحيح. وذات يوم يأتي مطر، ومطر شديد، فتغلق الفتحة التي كانت تصرف الماء، فيبدأ يرتفع منسوب هذا المنور، ارتفع 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 حتى دخل على شباك مطبخ الدور الأرضي في أحد الشقق. لما قاموا الصباح وإذا بالأوساخ موجودة في المطبخ، فيسوقهم الله عز وجل إلى السحر، فينظرون فإذا بخشبة ملفوف عليها قطعة بلاستيكية سوداء ومربوطة، فاستنكروا الموضوع هذا، ما يدرون ما هو. أخذوه إلى إمام المسجد، إمام المسجد نظر إليه وقال هذا سحر. ثم بعد ذلك تعرفون من هو؟ ما اسم هذا؟ ما يدرون من هو؟ لا أحد يعرف من هو المسحور. سبحان الذي سخره. ففكوا وفك الله السحر وانتهى السحر. من المسحور؟ من الذي أغلق هذه حتى تأتي إلى هذا البيت؟ من الذي سخر هؤلاء؟ ما رموه في الزبالة ولا خافوا منه، ذهبوا به إلى المسجد. ومن سخر إمام المسجد من أجل أن يفك هذا السحر؟ قد تكون دعوة سارت في آخر الليل، الله، فوجدت باب مفتوح من السماء، الله، فسخر الله كل هؤلاء حتى السماء فجرها من أجل أن ينقذ هذا المسكين من سحره. ثقوا بلطف الله، والله لو وثقنا بلطف الله لرأينا العجب العجاب في حياتنا. عشان كذا أنا أقول لكل مبتلى، ربك مدبر، ربك لطيف، ربك رحيم، ربك يعاملك برحمته، يتخلى عنك إذا أنت خليت عنه، ويكلك إلى نفسك. أما إذا ارتبطت فيه وربطت الحبال التي بينك وبينه، والله ما يمكن. من أتاني يمشي أتيت هرولة. وبعدين خاصة يا أخي أنه مش يقول الله، يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما دمت تشكرني ومؤمن بي ليش أنا أعذبك؟ ليه؟ يعني أنت الآن لو كان عندك ابنك ولا عندك موظف ولا عندك إنسان يكرمك وينفذ أوامرك، هل تهينه؟ مستحيل. ولله المثل الأعلى يا أخي. عندما يراك بل أبالغ في إكرامه. نعم. عندما يراك تترك منامك في الصبح فتقوم إلى بيته لتصلي بين يديه، وعندما يعني يراك وأنت تجتهد في كل ما يرضيه، هل يخذلك؟ لا يمكن أبدا أن يخذلك. إذن الثقة بالله عز وجل سوف تجلب لك من الله أكثر مما تظن. فكن مع الله جميلا، يكون مع الله يكون معك أجمل. سبحانه.